أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علم الله شامل كامل لكل ملكه وملكوته سبحانه وتعالى عما يشركون. إن من الأدلة البسيطة الواضحة لكل ذي عقل أن الله هو الذي ينبغي أن يطاع منهجه وأحكامه، لا أحكام المخلوق، لا أحكام العبيد، فالسلطان لله. ومن الأدلة على الكثيرة على ذلك أن الله عليم بكل شيء، أما الإنسان فهو يعلم ويجهل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فهو أدرى بمخلوقاته، وهو يشرع لهم ويبين لهم ويرشدهم إلى ما فيه صالحهم. وهنا يبين لنا الله تبارك وتعالى علمه لملكوته، ويحدثنا بنماذج من خلقه من أوليائه لنتعرف عليهم ونحذو حذوهم. فيقول سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا الآيات. يخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وجميع أحوال أمته وجميع أحوال الخلائق في كل ساعة وفي كل لحظة، وأنه سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه وعن رؤيته لخلقه مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب، هو كتاب علم الله تبارك وتعالى، سجل علم الله تبارك وتعالى الواضح الجلي. كيف لا يكون ذلك وهو الذي خلق كل شيء؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كسرت حجرة بعد أن خربوا وهدموا فرنا، والفرن يضعون فيه في أرضه وجدرانه نوع خاص من الحجارة الصماء لأنها تتحمل الحرارة الشديدة. هدم فرن فكسروا حجرا من الأحجار لسبب ما، وإذا بداخل هذا الحجر فتحة صغيرة فيها حيوان حشرة كالدودة أو أصغر، ولها شيء أخضر تعيش عليه. من الذي خلقها في هذا المكان؟ ومن الذي خلق ما تتغذى به؟ الذي خلقها عالم بها، كيف يكون خالقا وهو لا يدري؟ إذن ما في ذرة ولا في شيء كبير ولا حقير إلا الله سبحانه وتعالى يعلمه. وهنا تبارك وتعالى يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما تكون أيها الرسول في أمر من أمورك
وما تتلو من كتاب الله من آيات وما يعمل أحد من هذه الأمة، الأمة الإسلامية كلها، عملا من خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا. فالأشرار الذي يعملون أعمال الشر الله شاهد عليهم. ولذلك ورد أن الإنسان المؤمن يقول: الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. وهذا يعينه على استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى ورقابته. ما يعمل أحد من هذه الأمة عملا من خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا مطلعين عليه إذ تفيضون فيه. أفاض في الأمر أو في العمل أو في الكلام، شرع فيه واندفع إليه بهمة. إذ تفيضون فيه، إذ تفيضون وتندفعون بهذه الأعمال التي تعملونها خيرا كانت أو شر، فالله شاهد عليكم. كيف لا يشهد؟ وهو الذي خلقكم تستطيعون أن تعملوا هذا العمل. ففي الحقيقة الذي يعمل هذا العمل خلقه الله، وخلق عمله، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك هو عالم بكم وبأعمالكم. ولا يعني هذا أن الله أجبركم على عمل معين، لا، الله خلق لكم العقل وخلقكم تستطيعون أن تعملوا خيرا وتختاروه، أو تعملوا شرا وتختاروه، وهديناه النجدين. فالإنسان يختار الخير أو يختار الشر بإرادته الحرة وعقله الذي خلقه الله له. أما هو من حيث خلق عقله وجسمه وتكوينه فكله من خلق الله. ولذلك كل عمل يعمله الإنسان عندما يفيض ويندفع في هذا العمل الله تبارك وتعالى يعلمه وهو شاهد عليه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، أصغر شيء تتصوره. الآن في المجاهر والمكبرات كشفوا الذرة وهي أصغر جزئية، فهنا أشار إلى الذرة أي أصغر شيء في الوجود. فكان في زمانهم أصغر شيء في الوجود التي تدركه العين، أما الآن في زماننا القرآن يقول ذرة يعني أصغر شيء لا تدركه العين. فعلا خلق الله مخلوقات لا تدركها العين. تبين أن عند في الأشجار عندما تنزل أمطار عليها هناك شيء مثل الميكروبات أو المخلوقات التي لا ترى في العين إنما ترى في المجاهر، تتغذى على أنواع معينة من التربة ثم تهضمها. والأشجار تستطيع أن تستفيد من هذا الذي تهضمه هذه المخلوقات فتمتصه وتتغذى به، ويكون الله لنا في الأشجار ثمار وأشياء نحتاج إليها. فهذه التي لا ترى في العين الذرات الصغيرة أو التي ترى في العين ما في بأس، لا تغيب عن علم الله تبارك وتعالى أبدا. لا يعزب عن، وما يعزب عنه من عن ربك من مثقال حبة، من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، في السماء في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب مبين، ولا أكبر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، في سجل علم الله تبارك وتعالى. يعلمه الله ويعلم تحركاته وتصرفاته وتطوراته، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. وما يغيب عن علم ربك يا محمد في زينة ذرة صغيرة في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة من ورق الأشجار إذا سقطت يعلمها الله، لأنه هو الذي أماتها فماتت وسقطت. ولا حبة، حبة صغيرة في ظلمات الأرض ولا رطب، ظلمات الأرض يعني مجاهيلها الكبيرة واسعة، حبة صغيرة تنبت أو لا تنبت يعلمها الله، لأنه هو الذي ينبتها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخبر سبحانه أنه يعلم حركة الأشجار وحركة الجمادات، تبين وثبت أن الجمادات أيضا تتحرك، وكذلك الدواب السارحة في الكون فهو عالم بها ويرزقها
كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإذا كان هذا علمه بحركات الأشياء، فكيف علمه بحركات المكلفين من البشر المأمورين بالعبادة؟ لأن الله خلق الإنس والجن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. لا يعني ذلك أن الله محتاج إلى عبادتهم، حاشا لله، ولكن نحن محتاجون إلى أن نطيع الله، لأننا إذا أطعنا الله وتحررنا عن العبودية لغيره سرنا في طريق الحرية الصحيح. أما إذا لم نطع الله فلا بد أن نطيع غير الله، لأن الإنسان يحتاج إلى نظام، فهو اجتماعي بطبعه. فإذا لم يطع خالق الكائنات العليم بكل شيء فسيطيع المخلوق الجاهل الذي يعلم مصالحه فقط ويتسلط على بني جنسه. فربنا تبارك وتعالى يعلم كل تحركاتنا وهو شاهد عليها وسيحاسبنا عليها. ولذلك جاء في الحديث، في حديث جبريل عنه عليه الصلاة والسلام، أنه عندما سأله الله وسأله جبريل عليه الصلاة والسلام وجاء على هيئة رجل، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يرى تحركاتك ويرى تصرفاتك وسيحاسبك عليها. ثم يخبر الله تبارك وتعالى عن أوليائه. من هم أولياؤه؟ لنا وقفة بسيطة على كلمة الولي والأولياء. عامة الناس أيها الإخوة ربطوا الولاية بالكرامات، فمن كانت له كرامات واطلع عليها الناس قالوا فلان ولي، يمشي على الماء، يفعل كذا، يطير في الهواء، وقد يطير في الهواء للعبة فعلها، مثل أول ما اخترعوا الطيران قلدوا الطيور وسووا أجنحة ويرمي نفسه في مظلة في شبه ذلك فيطير. فعندما كان الناس في جهل أول ما ظهر هذه الأمور يقولون والله فلان طار في الهواء. وقد يكون له كرامة فعلا يجعله الله يطير في الهواء ويحط دون أن يصيبه أذى، قد يكون هذا، ولكن ليست الكرامة هي دليل على أن هذا الإنسان هو من أولياء الله، ليست دليل ولكنها إشارة. لأننا ينبغي أن ندقق بتصرفات الإنسان، فإذا رأيناه يطير في الهواء أو يسير على الماء وهو مصر على معصية الله فلنعلم أنه مستدرج، يعني ربنا تبارك وتعالى يستدرجه حتى يفتنه ويفتن الناس الجهل به، فيظنونه وليا فيتبعونه ويكون على ضلالة فيضللهم. إذن ديننا أيها الإخوة لم يترك مجالا ليتسلط إنسان على إنسان، كل شيء بينه. ليست القضية أن ترى فلان يطير في الهواء ويسير على الماء، لا، القضية أن ترى أن هذا الإنسان يتبع الحق الذي أنزله الله، فهذا معنى الولي. تولى الله ورسوله يعني تولاهم بالطاعة، تولى الله بالطاعة وتولى رسوله بالتبعية. أما من يتولى أمريكا بالتبعية وإسرائيل وتوجيهاتها السرية والعلنية بالطاعة فليس هذا ولي لله، إنما هو ولي لليهود. انتبهتوا يا إخواني ما معنى كلمة الولي والولاية؟ ولذلك بعد أن بين الله تبارك وتعالى لنا أنه عليم مطلع على الناس وعلى أحوالهم وأعمالهم بل وعلى قلوبهم ونياتهم، وضح لنا أولياء الله من هم. ألا إن أولياء الله الذين نصروه وأحبوه وتولوه وتحققوا بعبوديته يعني بطاعته، فإذا كان يطيع غير الله
فليس وليا لله. تحققوا بالتبعية لرسوله، يعني قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بين لكم وفيما شرح لكم بسنته القولية والعملية في هذا القرآن، تتبعونه. فإذا رأيت الناس يزعم أنه يريد أن يقيم دولة إسلامية، واحد أفطر في رمضان صلبه، هل هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن هذا كذاب دجال، ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وليس من أولياء الله، إنما هو من الدجالين الكذابين. تقول لي كيف ينطلع على الناس؟ لأن الناس جهال لا يقرؤون كتاب الله، وإذا قرأوه لا يفهمونه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله الذين يتولون الله بالطاعة ويتولون رسوله بالتبعية والانصياع لأوامره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما هو إلا وحي يوحى. حتى كلامه عليه الصلاة والسلام في الهزال في المزح ينطق الحق ولا ينطق كذب، لا يمزح بالكذب. عندما جاءته امرأة عجوز قالت له يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لها عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة عجوز، مسنة يعني، فبكت وانصرفت. إذا عجوز ما تدخل الجنة مشكلة. فأمرهم رسول صلى الله عليه وسلم أن يعيدوها، فجاءت فقال إن الله يبعث الناس في سن 33 عاما، لأن المرأة أو الرجل إذا دخل الجنة وهو عجوز مثل ما مات عمره 90 سنة، إذا دخلت العجوز الجنة وهي عجوز ذات أنف مائل ذات أنف هائل وشق مائل ولعاب سائل أسنانها مكسرة، كيف تلتز في الآخرة؟ ما في لذة. اللذة بتمامها وبكمالها تكون في أواسط العمر في الثلاثينيات. فيحشر الناس في الجنة بهذا السن ليكونوا في ذروة التمتع، لا يوجد أي شيء من المنغصات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب عليها، قال لها لا يدخل الجنة عجوز يمازحها، ثم شرح لها أن العجائز لا تدخل الجنة، إنما تدخل وهي بعمر 30. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة الأكارم، أولياء الله هم الذين تحققوا محبة الله وطاعة الله والتبعية لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يخبرنا الله أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى ابن جرير الطبري وأبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، منزلتهم عظيمة جدا عند الله. قيل من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، يحب بعض لله لا من أجل المال، يجوز واحد يحبك وأهلين وأنت شيخي وأستاذي وكذا لأنه يزعم يظن أن عندك مال يستفيد منه أو عندك مركز يستفيد منه أو لأنك قريبه، لا، تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا الآية التالية توضح بشكل كامل وواضح ودقيق من هم أولياء الله الحقيقيون. سيدنا عمر حصلت له كرامة، قال يا سارية الجبل، فأوصل الله صوته إلى سارية والتف على العدو الذي كاد أن يتغلب عليه فغلب العدو،
ولكن ليس كل الصحابة صار معهم، والصحابة جميعا كانوا يتولون الله ورسوله، كانوا من أولياء الله. وأيضا كل إنسان من هذه الأمة إلى يوم القيامة يتولى الله بالطاعة ويتقي الله فيجتنب المحرمات ويقبل على الطاعات، فهو ولي من أولياء الله، حصلت له كرامة إذا كان صادقا في إخلاصه لله، لا يريد أن يتعرف الناس على ذلك، إنما يريد رضا الله لا يريد رضا الناس، ولا يريد أن يتسلط على الناس. أما إذا كان كذاب بيشر كرامات كاذبة. كان بعض الأشخاص يزعم أنه من أهل الله، وله أشخاص مخبرين مثل ما بسوي الدول الفاجرة الكافرة الآن، له أشخاص مخبرين يختلطوا بالناس ويأخذوا أسرارهم، وبعدين وجهوا روحوا لعند فلان هو يحل لكم مشاكلكم. لما بروحوا لعند فلان بيجي المخبر بخبره بينه وبينه هذا اسمه كذا وأبوه اسمه كذا ومشكلته كذا وإلى آخره، فبيدخل لعند الشيخ قل له أهلا وسهلا يا فلان، قل أنت تعرفني؟ قال له أنا بعرف الكل، أنت عملت كذا ومشكلتك كذا ومن يومين كان صار عندك كذا، فيظن أن هذا الشيخ ولي ويعلم الغيب، وهو دجال كذاب. طيب حتى ما يختلط الدجال بالحقائق، بيّن الله تبارك وتعالى لنا من هم أولياء الله، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا آمنوا إيمانا صحيحا. قد يكون كل واحد يا أخي أنا مؤمن بالله، الله موجود، إيه؟ اليهودي يقول الله موجود، والنصراني يقول الله موجود، والملحد اللي ما بطيع الله بتقول له من خلق السماوات والأرض، قل لك الله، ما آمن بالله. لا، ليس هذا الإيمان. الإيمان أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء وأنه العليم بكل شيء وأنه ينبغي أن يطاع فتتولاه بالطاعة، هذا الإيمان. لا تتخذ إلها يعني معبودا مطاعا غير الله، هذا الإيمان. الذين آمنوا، لذلك جاء بعدها وكانوا يتقون. يتقون ماذا؟ وقايقي، يتقون عقاب الله في الآخرة. أقول لك قي نفسك من النار، يعني اجعل بينك وبين النار وقاية فتبتعد عنها، فإذا ألقيت نفسك بالنار ما وقيت نفسك من النار. فكانوا يتقون، يتقون عقاب الله في النار في الآخرة. كيف يتقونه؟ كيف يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية؟ بأن يطيعوا الله ويجتنبوا الأمور التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أولياء الله، ليست قضية صعبة. أن أولياء الله يعلمون أن الله خالق كل شيء، خالق الأرض والسماوات والإنسان والكون والحياة، فهو أدرى بمصالح الإنسان من أنفسه، من نفسه، فهو عندما يرسل له نظاما ومنهجا يريد سبحانه وتعالى أن يسعد مخلوقاته ليعيش سعداء في الدنيا. فالمؤمن يفهم هذا فيطيع الله بإخلاص ويجتنب ما نهى الله عنه، يعني يتقي معاصي الله فيكون من المتقين. إذن من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. نتم إن شاء الله في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.